والسلام عليكم. السلام عليكم. النادي الاهلي جامد عليكم. خلي بالكم يا جماعه، انا بخاف اقفل التلفزيون افتحه الاقي في بطوله دخلت النادي. ما شاء الله تاتش وود، موسم عبقري، موسم تاريخي للنادي الاهلي. ولو اتكلمنا عن اكتر اللعبات الحقيقه حققت موسم تاريخي، هي فولي بول او الكره الطائره رجال وسيدات. الحقيقه السيدات خلاص خدوا الرباعيه، الموسم انتهى امبارح. الرجال عملوا موسم تاريخي، الدوري طبعا حسموه الحمد لله بدون ولا هزيمه، ايضا بطوله افريقيا بدون ولا هزيمه، انجاز كبير جدا. والانجاز ده ما جاش من مره واحده، الانجاز ده جه نتيجه بناء سنه ورا سنه ولعيبه ورا لعيبه وتعب لا ينقطع. طبعا النهارده الحقيقه بتبقى احسن لحظات لما بنقعد مع الابطال والنجوم ونفتكر معاهم لحظات التعب ولحظات الالم ولحظات الاخفاق ولحظات النجاح. كل الدنيا بقى بتختلط مع بعض في لحظه زي دي. الاول لازم ارحب بنجومي ابطال افريقيا وابطال مصر، انا ما بقولش كلام، ده حقيقه احنا معانا كؤوس والدنيا يعني واقع. طبعا